باختصار، هل خرج التيار الوطني الحر من جلسة الأربعاء منتصر أم خرج بصورة المشرذم، بصورة المبتعد عن حليفه حزب الله وخلص يعني صار هذا الانفصال التام؟ واحد حزب الله صار بمرشح لرئيسة الجمهورية يلي هو بالمنطق اللبناني ببلش الاستحقاق من عندنا مش من عنده، صار بمرشح لرئيسة الجمهورية دوننا، وبالتالي هيدا الأمر مش نحن اللي بلشنا فيه. اثنين، الأداء بموضوع الحكومة نحن وياهم مش خايفة على حدا. تعويم حكومة عم ترتكب المجازر بالدستور وبالقانون وبالشراكة بين اللبنانيين منو خايفة على حدا. ايه في عدة أمور هوا مع الحزب بدهم يتوضحوا، بدنا يا بدنا نحافظ على الشراكة بهيدي البلد وبدنا نبني الدولة مثل ما متعهدين لبعضنا ومنمشي، ومع هيدا وكله كنا عم نقول منا رايحين نكبر، لأنه نحن بنعرف إنه رئيس في جزء من اللبنانيين رح يقطعوا ما رح يقدر ينجح. منشان هيك رحنا نقول حتى لما منتقاطع نحن وبقية الأفريقاء ولو جبنا 65 صوت بدنا ما نكون بالاستفزاز أو بالفرض على الأطراف يلي ما تقاطعي بهذا الموضوع، وبالتالي هي مدعوة أكيد بتكون للتقاطع وللاتفاق على شخصية قادرة تقوم بالمهمة لقدام. هذا هي المنطق، هين كتير المنطق سهل. اليوم اللي ما عنده 65 وما عنده 86 ما في يجيب رئيس جمهورية لوحده، إذا بده يضل متصلب وبدي فلان وما عندي 65 وما عندي 86 يعني أنت عم بتعطل البلد. لذلك الأمر اللي بده يجيب رئيس جمهورية واللي بده ما يعطل البلد واللي بده يشيل البلد من الجورة اللي هو فيها بده رئيس جمهورية، لأنه بأول هيدي أول خطوة حتى نقدر نشكل حكومة ونعمل كل الأمور تاني وكل الإجراءات المطلوبة منا حتى نقدر نطلع من الجورة اللي نحن فيها. دونك بدك تيجي تحكي مع العالم، اللي بده يجي يحكي مع العالم بنية بدي أفرض عليكم اللي براسي، قال هيدا مش جاي بده يحكي مع العالم. بس كمان فريق ثنائي الشيعي بيقول لكم أنه وين كان موقفكم هيدا الحريص على رئاسة الجمهورية وقت اللي حزب الله عطل سنتين ونص لإيصال الرئيس ميشيل عون أنذاك؟ يعني أنه بس لما تكون مصلحتكم علاقتكم مع حزب الله على القطعة وحسب مصلحتكم. لا 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 لا، نحن وقفنا وقفات كتيرة مع حزب الله ما كانت لمصلحتنا ولا شوي، كلفتنا شعبيا، كلفتنا بصداقاتنا بالداخل وبالخارج وبالهي، بس كانت مبدئية وهيديك وقفة مبدئية. كانت ميشيل عون كان عنده تأييد 73% من المسيحية لما ترشح على رئيسة الجمهورية، مش كان طالع بنايب واحد وقايل زمطنا بريشنا. لا، المقارنة لا تجوز بين العماد عون. بس تقريشة كعدد نواب كان بوقتها قادر سليمان فرنجي أنه يصير رئيس لولا حزب الله واحترامه لهذا التحالف اللي كان بوقتها مع حزب الله. أول شيء توازنات القانون هيداك كان صادر عن جاي عن انتخابات الستين يلي كانوا المسيحيين فيها بيقدروا يجيبوا 19 نايب من 64 نايب إذا بدك المسيحي بفعل القانون اللي القانون اللي كان. فبالتالي هيدا أول شيء. تاني شيء برجع بكرر، كان في وقفة إخلاقية بهيداك الوقت مع الممثل الشرعي، ما كان في يرجع يجي يطلب مني بكل يعود للشيعة تسمية رئيس مجلس النواب، ولا يمكن الخروج عن الوجدان السني بتسمية رئيس مجلس الوزراء. خرج وكتر وسعادتك والوزراء إذا بدنا نفوت بالموضوع السني كتير متشعب لأن خرج وكتر. لا ما بدنا نترك الأكثرية السنية. ما بدنا نترك هذه مفتوحة. الرئيس دياب كان أحد الأسماء اللي طرحهم على الموفدين اللي راحوا لعنده الرئيس الحريري، فما بدنا نرجع نفتح هالخبرية لأنه معلش الرئيس الحريري كان مسمي الرئيس حسن دياب، كان أحد الأسماء اللي طرحهم تم تلقف فيها، جرب الانسحاب من الخبرية كان توليت صار، بس بالأساس لم
لم تنطلق هيدي حسب معلومات الإعلام اللي بوقتها داولت، يعني هيدا الشيء ما كان أبدا بوقتها. أكيد بنترك التوضيح لجهة هيدي معلوماتك. ما بدي أفتح هلأ مواضيع جانبية بالحديث لما بنكون عم، ولما بيعود إلى الممثل الشرعي للدروز، تسمية الوزراء الدروز والمدراء العامين الدروز، ولما بيعود لكل طائفة هذا الأمر، ما فينا نوصل عند المسيحيين إنه لا نحن بدنا ننقي أقل تمثيل عندكم، واللي عنده أقل شرعية حتى يعمل هو رئيس جمهورية. لا يمكن المقارنة بين انتخابات العماد عون اللي بيملك كامل الشرعية وبين انتخابات اليوم عم بتجيب أو رح تجيب رئيس عنده شرعية مجيرة له أو عنده تمثيل سليمان مجير. سليمان فرنجية لا يمتلك الشرعية؟ لا يمتلك شرعية العماد عون، كل واحد بيمتلك شرعية على قد اللي بيمثل. ما بعرف إذا مبارح شفت يمكن الإحصاء اللي عملته دولية للمعلومات، قالت أنه 51 مش ذاكرة الرقم بالضبط، بس ما فوق 600,000 كان كأصوات ناخبين للي صوتوا، بينما 59 كانوا بالأربعمية وشوي، كمان 400 وشوي ألف. كتير منيح مدام إذا بدنا يعني نروح هذا دليل خلينا نروح على في شرعية لسليمان، خلينا نروح على انتخابات خلينا نروح لا شرعية، هيدي شرعية مجيرة. عم نرجع نقول أنا دقيقة، هيدا رئيس جمهورية لبنان ساعتك ما فينا نحن نحصره بس أنه رئيس جمهورية المسيحيين بلبنان. لا مش نحن ما قلنا رئيس جمهورية المسيحيين، بس قلنا بده يكون عنده شرعيته المسيحية بداية. ووقت اللي بدنا نروح باللوجيك بمنطق تبع الدولية للمعلومات، لما بنروح على الانتخاب الرئيس من الشعب دغري على دورتين ويلا. طيب الشرعية المسيحية لما طرحناها ما مشي الحال؟ نعم الشرعية قال الرئيس لما بتنتخبيه دغري من الشعب بصير بدك تعطيه صلاحيات زيادة. مش هي كانت حجتهم تما ينتخبوه دغري من الشعب؟ هذا الموضوع ممكن يكون على طاولة النقاش بينكم وبين حليفكم حزب الله، لأن إذا في حال اتفقتوا على هذا الموضوع ممكن يمشي مع باقي الأفريقاء، لأن هذا الموضوع متوقف عند حزب الله بتصور هيك. بس أي واحد بموضوع تفصيل. الانتخاب من مباشرة من الشعب اللبناني أصلا الدستور يعني هيدا تبعنا هاجس أساسي عند حزب أصلا الله. أصلا الدستور تبعنا دستور بحاجة لتطوير يفتقد للكثير من المهل للكثير من الآليات يلي عم بتخلينا وتوصلنا لهيك مآزق دستورية. فراغ صار عمره من أكتوبر الماضي، الفراغ حكومي، تصريف أعمال عمره من الانتخابات الماضي، يعني هيدي من أكثر الأوقات يمكن عملوا رقم قياسي بتصريف الأعمال من أيار 2022 لليوم، صرنا بحزيران يعني 13 شهر تصريف أعمال، يمكن بعد ما في